ما شاء الله ولادتك كانت سهلة وصحتك جيدة، غير باقي الولادات تكون صعبة ومتعسرة وأحيانا نضطر نتدخل جراحي. الحمد لله الذي سهل لي ولادتي ورزقني بهذا الولد. ممكن ادخل؟ ايوه نعم. وين اخي؟ تشوفه؟ اخوك هنا، هذا اخوك. احسن ليه؟ اكيد انت احلى. وليش في حد يشافيك انت يا قمر؟ لا. لا اكيد لا. قولي يا استاذ. تفضلي. كم معك اولاد؟ طبعا ما شاء الله بكري قمري ناديه والجديد اللي اجى. هل انا عرفت سبب انه زوجتك كانت ولادتها سهله وكمان طفلك خرج بصحه جيده وزنه طبيعي؟ الحمد لله الحمد لله. طب دكتوره ايش هو السبب اللي عرفتيه؟ السبب التباعد بين الولادات وانتم عملتم الحل الصح. على فكره يا دكتوره انا وزوجتي متفقين من اول يوم زواج انه نجيب الطفل الاول وبعدين كذا 3 سنين 4 سنين نجيب الثاني. انتم اتخذتم القرار السليم الصائب. كذلك نحن الأطباء ننصح الأمهات والآباء بالتباعد بين المواليد لأنه يحافظ على صحة الأم وأطفالها وكذلك التماسك الأسري، وهذا القرار يجب أن يتفق عليه الزوجين. أنتم تعرفوا أن الفوائد بين التباعد بين المواليد كثيرة، منها الطفل الأول يأخذ حقه كامل بالرضاعة الطبيعية وتقليل نسبة الوفيات، وكذلك يمنح الأم وقت أفضل لرعاية طفله والاهتمام به وينعم الطفل برعاية صحية جيدة ويسمح للطفل أن يأخذ حقه كامل في الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة. أنا ما كنتش عارف إنه التباعد بين الولادات كل دي الفوائد. التباعد بين الولادات وتنظيم الأسرة يساعد في الحفاظ على صحة الأم والطفل ويوفر حياة مستقرة للعائلة. التزم بزيارات الحمل الأربع على الأقل لضمان سلامة الأم والجنين. حملة تعزيز صحة الأم والوليد خلال الفترة من 16 وحتى 21 من شهر نوفمبر 2024 في جميع مديريات محافظة عدن ومديريات المخا، ذباب، جبل حبشي، المظفر وموزع في محافظة تعز، مع تحيات قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، معا لتعزيز صحة الأم والوليد.